السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، شخص توفى وعليه دين وكان غير قادر على السداد، فشخص وأهله غير قادرين على السداد ولم يترك ميراث، شخص جزاه الله خيرا دفع هذا الدين من زكاة ماله، لا يجوز؟ لا يجوز عند الجمهور، لا يجوز إخراج زكاة المال لقضاء دين الميت. نعم. ماذا نفعل والناس يعني هم أخذوا الزكاة، أخذوا الفلوس خلاص اللي هو اللي لحقوا فيه، اجتهدوا وأخطأ خلاص، هنعمل إيه؟ يعني لا ما يدفعش الزكاة دي تاني؟ لا، هو اجتهد وأخطأ، لا يعني ما يدفعش تاني. تمام، جزاكم الله. الله يكرمك.